بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدينا متابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء مع فضيله الشيخ محمد ابو بكر الحقيقه بقى لنا فتره يعني نقرا ما تيسر من جزء عامه ونمسك ايات يعني كل حلقه كده ايتين ثلاثه اربعه ونحاول كده نغوص في تفسير ومعاني هذه الايات يرجع بيا الزمن وانا لسه متخرجه وباجي من طنطا للقاهره في القطر وانزل المحطه وانزل اقف عند الناس بتوع المجلات وكده واشتري مجلات ولازم اشتري تفسير الشيخ الشعراوي كانوا عاملين تفسير الشيخ الشعراوي مش في مجلدات ولا حاجه كل جزء لوحده كده والحقيقه كان يعني وانا كنت صغيره خالص واقوم ايه سحبه كده وما كنتش حتى محجبه في الاول خالص وانا صغيره اقوم سحبه كده تفسير واقعد في القطر اقرا أه فاحس بمتعه تفسير لغوي يعني هو بيفسر ومن هنا فهمت انه كل حد متخصص في في, في سكه فكان الشيخ الشعراوي الله يرحمه وبرده فضلت الشيخ يصحح لي كان متخصص في جمال اللغه العربيه وكان يفسر تفسير لغوي اكتر منه أنا مش عارفة مش فاهمة تفسير أخر أو 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 تأويلات أخرى كان تفسير لغوي بسيط جدا وكنت يعني أشوف والدي وكده يقعد يتفرج عليه وأسمع إن هو يعني كان يدعي إنه يا رب يعني ما ربنا ما يتوفاش الشيخ شعراوي غير لما يخلص كل التفسير فأنا ما أعرفش بقى إن إن هيجي بيا الحال لان انا اقعد ويعني اساهم في تفسير ايات الذكر الحكيم في التلفزيون ويا رب ياجرنا ويرزقنا الاخلاص في النقطه دي لكن الحقيقه ما اعظم من كده رساله ازاي حضرتك فضلت الشيخ وبرضه صحح لي الشيخ شعراوي كان بيفسر القران تفسير ايه؟ استعاذة بالله من كل شيطان وبسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وحمدا للواحد الديان والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فكل التقدير والاحترام لشخصك الكريم ولكن وقعت في عدة مغالطات يجب أن تتوب إلى الله وتستغفر الله منها حينما تأتي بالسرى بجوار السرية وحينما تأتي بشمس الضحى بجوار يعني قمر البدر واين شمس لا محتاج مش محتاجة توبه ولا حاجه آه مولانا مم. وشيخنا حسنه الزمان وبركه الايام وامام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي مم. لا يصح ان يوضع بجواره اسم من الاسماء لا مهما لا مهما كان لا انا اقول هذا وانا لا. على يقين بهذا ده آه الامر الاولاني الامر الثاني واللي لفت النظر ويا رب الناس تفهمه لما قلت في البدايه كنت بسحب وانا مش محجبه. آه. ودي آه جمله اتمنى كل ام واب يشوفوها ويسمعوها كويس قوي. امبارح كان عندي ست فاضله ومعاها بناتها. وكانت الازمه ان البنات مش محجبات م. وهي طبعا جايبهم جايباهم لي انا ان انا افرض عليهم الحجاب والحمد لله ما فرضتهوش. ليه؟ لان انا قلت لها لابد وان يعتقدوا ويتيقنوا مم. حتى لا يلقوا به. مم. والاخطر ان انا قلت للبنات منهم بنت كده ما شاء الله عليها بتحب تقرا مم. بتقرأ سيره النبي مم. بتحبيها قالت لي قلت لها طب اقراي سيره امهات المؤمنين. مم. فعلشان كده بقول لكل الناس لما تلاقي واحده مش محجبه وبتصلي علشان خاطري ابوس رجلك وايديك بلاش تقول لها ها مش نافع لك صلاة جدع، جدع جدع بلشت تقولها على ايه مش عارفه تقول لها ايه لان إيه خدي بالك احنا بنخش في مصيبه مم. بنامر بمنكر وبننهى عن المعروف مم. بدل ما تقول لها ربنا يهديكي ويصطفيك ويتم عليك النعمه لا انت بتامرها ان هي تمتنع عن الايه الصلاه فلا سيبها تقرا وسيبها تطلع سيدنا الشيخ الشعراوي لم يكن تفسيرا بقدر ما كان خواطرا مم. ولان الرجل كان تخصص لغه عربيه زي صحيح. ما حضرتك قلت فكان يتحدث عن جمال البيان مم. لكن انا مش هقف مع جمال البيان لان جمال البيان صعب جدا وقلما يفهمه الا أهل التخصص وده اللي عايز اقوله ان ربنا سبحانه وتعالى قد يعطيك ماده ثقيله صعبه ويمنحك القبول فيفهمك العامي قبل المتخصص مم. وده اللي ربنا منحه لسيدنا الشيخ الشعراوي طيب مم. لما تيجي حضرتك تحصر اهل التفسير كده تلاقي كل مفسر أوه. ليه طعم معين. ايوه كل مفسر ليه إيه؟ طعم معين مم. يعني ايه طعم معين؟ يعني مثلا الناس اللي زي حالات الاستاذه دعاء لا تحب الطبري. ليه مم. ما بتحبش الطبري تقول لك لا كبير قوي انما تحب ابن كثير مم. ليه لان ابن كثير يجيب الايه ويورد وحولها الدليل والاراء الايه الخفيفه كده ربما غيرهم يحبون ابن حيان وربما غيرهم يحبون القرطبي ربما غيرهم مم. يحبون غيرهم مم. من المفسرين عشان كده المفسرين كل واحد لايه ليه لون طب احنا اللون اللي احنا واخدينه ايه أوه. ايه بقى هو الناس اكبت علينا واحبتنا بفضل مم. الله سبحانه وتعالى بقبول الله لان احنا ما بنفسرش مم. ولا بنقولش خواطر احنا بنحاول ان نفهم بمعنى دعوي أوه. ايات القران الكريم أوه. احنا ده ما اسموش تفسير خالص امال ده اسمه ايه هو بيان تقريب أوه. تقريب آه ب... تقريب مم. خلي بالك يعني ايه تقريب؟ يعني اولا بنبسط الحاجه علشان الناس تستوعبها لكن احنا لو هنفسر فاحنا مش هنعمرنا ما ناخد جزء عام في ثلاث اربع شهور خالص طب ناخد كدا. سوره الملك طيب هنتكلم على سوره تبارك طيب ماشي وقبل الحلقه حضرتك خلاص اعلنت العصيان لا انا انا قلت له مش هتحفظي لا بحفظ فما لا يدرك كله انا حفظت لا يدرك كله هقولك لا يترك كله هقول لك انا تسميع الموضوع على الهوى بيخليني اتلخبط خلاص ما احنا هنحفظ هنحترم معاك كل مره اه معلش عشان في الحلقة الحلقه في اخر الحلقه, في آخر الحلقة حضرتك مشكوره ماشي كده تقري لنا الايات حاضر لنا الايات من الموبايل أوه. علشان الناس تشوف الست دعاء هتقرا فيه وتخطأ في ايه ماشي ونصحح ونتعلم ناس. كلنا خلاص كده طيب تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير طيب قبل قبل ما نخش تبارك بالراحه عليا شويه معلش أوه. اولا نحن على موعد مع الصورة المانعه م. من عذاب القبر الايه المانعه من, من عذاب, عذاب القبر, القبر. صورة الملك آه نعم هي السورة المانعة آه. من عذاب القبر. آه. نحن على موعد مع الصورة الجامعة. م. لكل خير. نحن على موعد مع سورة من داوم على قراءتها أمن من فتنة القبر. م. كل اللي عليك. الصورة 30 آية. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي هيداوم على قراءتها وحفظها وفهمها هيغفر ليه بل الحديث بقراءتها بس خلاص كده يعني انت لو قرات كل يوم قبل ما تنام سورة الملك ربنا يغفر لك <applause> طب هقول على سيدنا عبد الله بن مسعود قالوا <applause> سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ان سوره تبارك دي بتشفع يعني بتشفع يا ساده يا مشاهدين يعني يوم القيامه الراجل هيجي يتسال قدام ربنا سبحانه وتعالى يعني في قبره معايا كده في القبر نقصد يوم القيامه يموتوا عشان احنا عندنا قيامه للانسان وحده وقيامه قبرى. مم. خلاص كده فلما يموت خلي بالك يعمل ايه صوره القبر تيجي مره عن يمينه وتيجي مره عن شماله وتيجي مره عند راسه وتيجي مره حواليه علشان الملائكه ما تسالوش مم. يبقى النبي قال للمانعة خلي بالك يعني الجنة. مانعه من فتنه القبر ومن أوه. عذاب القبر أوه. خلاص كده سوره تغفرها لقارئها 30 م. ايه النبي نص على كده صلى, صلى الله عليه وسلم طيب علشان كده انا بقول لكل الناس احرصوا على حفظ سوره تبارك واحرصوا على قراءتها كل ليله ويا حبذا كل اسره لما يجوا كده يناموا بالليل كلهم كده في نفس واحد يقرؤوها مم. خلي بالكم هيحفظوها العيال والله هيحفظوها مم. خلاص كده واحنا بنعمل كده احنا لما يتولد عندنا مولود صغير ما بنحفظوش نقول له تعالى قول دعاء النوم ابدا بس احنا قبل ما ننام كلنا كده مع بعض باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فرحم مع الوقت تلاقي الولد الصغير ده والله بيقول لوحده خلاص كده طيب نخش على الصوره تبارك يعني ايه تبارك يعني تنزح وتقدس مم. وتعالى وارتفع شأنه، مم. خلي بالك تبارك الذي بيده تبارك الذي بيده الملك يعني ارتفع شأنه الذي بيده الملك وتنزه عن كل نقص واستحق كل كمال يليق بذاته. احنا بداية. ما بنقولهاش على الانسان، يعني عمرنا ما نقول تبارك فلان، نقول ربنا لا يبارك. تبارك الله احسن آه الخالقين آه, اه ليه؟ اه اه. يعني نقول ربنا يبارك آه فيه. آه أصلي. انما ربنا سبحانه وتعالى بنقول بس أصح عليه تبارك. ليه؟ آه ليه؟ لانه هو المتنزه وحده مم. وهو المرتفع شانه وحده وهو المتقدس عن كل نقص. يا ست دعاء ربنا سبحانه وتعالى يليق له يجب له كل كمال يليق بذاته المقدسه يجب لله كل ايه؟ كمال يليق بذاته المقدسه يعني كل كمال اوصفه لربنا ويستحيل على الله كل ايه؟ كل نقص علشان كده لما بحب ارخم عليكي وما بتبقاش رخامه بيبقى ملطفة بسيطه كده وتقولي لي ايه اصل ربنا عايز اقول لك ربنا ما بيعوز لإن العز نقص والنقص على الله محال، اسكت بقى أنا بقولها بعفوية أقول لك عارف بس أنا بقول لك بس كده، خلاص يبقى تبارك الذي بيده الإيه؟ الملك الملك قلت لي يعني. تبارك يعني إيه تاني؟ ترفع وتنزه وتقدس وتعالى وارتفع شأنه خلاص بس مشتق منها مبروك وبرك وبركة كويس. كويس. وبرك يعني كويس 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 يبقى مبارك يبقى م. على شأنه م. م. يبقى بورك فيه مم. يبقى جاءت البركه من الذي بورك من الذي باركه مم. وهو الله سبحانه وتعالى خلاص نعم. طيب استنى احسن منا معانا على التليفون وعايزه تسالك سؤال يا منا الو إذا يا شيخ اي سلام عليكم يا شيخ وعليكم ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا منا سؤال اه احنا انا اختي اه اسمها ندى ربيع هي اتوفت الاسبوع اللي فات كانت كويسه جدا وهي عندها 21 سنه وفجاه تعبت ويومين في المستشفى وكانت متوفيه يا احنا محتسبينها جدا وعارفين ان هي في الجنه ان شاء الله وربنا جعل مرضها ده عشان يعني يغفر لها وكده بس احنا كنا عايزين حاجه تخلينا نبقى صابرين اكتر تربط على قلوبنا اكتر تخلي والدتها تبقى هي محتسباها بس يتوحشها والوجع صعب ده امتى حصل؟ امتى؟ الاسبوع بي. اللي فات يه. ده ماما زمانها لسه في عز الزعل. بالظبط بالظبط آه. فعلا هي 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 محتسباها جدا بس بيجي وقت عليها بتعيط وبيجي وقت عليها بتبقى حاسه ان هي الموضوع صعب وكلنا مش طبعاً. مش قادرين نستوعب ان هي خلاص ما بقتش موجوده معانا وان احنا مش مش هنشوفها تاني ف بنبقى عايزين نطمن عليها كلام يطمنا طيب. وفي نفس الوقت يطمنا احنا يخلينا نصبر على البلاء الصعب ينزل. قوي ده اللي احنا طبعاً. حاضر يا حاضر يا يا رب يا رب وادعوا لها ادعوا لها يا رب ادعو لها. ادعو يا رب, يا رب. نادى حاجه و20 سنه 21 سنه وتوفت في يومين رحمه الله رحمة واسعة واسكنها فسيحة جناتي مم. والهم امها الصبر وربط على قلبها ومحتاجة اقول ان انا مهما اوتيت من براعة الكلمات لن استطيع ان اواسي تلك الام مم. فهناك مم. البنت او الولد الذي لا يستطيع احد ان يعوض فقده ابدا ورغم ان يعقوب عليه السلام كان حوله ابناؤه الا انه كان دائما يقول يا اسف على يوسف لان بعض الابناء لا يمكن ان يعوض فقدهم ابدا وعلشان اللي هي في مصيب مصيب مصاب جلل مصيبه كبيره جدا ربنا كريم قوي يقول للملايكه أقبضتم روح آه ولد, ولد عبدي فلذة كبدي، آه يا رب ماذا فعل؟ حمدك واسترجع فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ربنا يربط على قلبها ويثبتها تثبت ازاي؟ لكن أنا محتاجة أقول لها كلمة آه خدوا بالك وده كنت هقوله لك لسه حالا آه. لما ربنا يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يعني ايه تبارك الذي بيده الملك؟ آه. يعني بيده تصريف الامور كلها. آه. خدي بالك لان بعديه على طول قال <الذي, الذي خلق, خلق الموت, الموت الاول والحياه طبعا والموت الاول طبعا لاننا آه. وجدنا من عدم. آه. ما هو الفارق بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. اننا سبقنا بعدم لكن الله لم يسبق بعدم. آه. فنحن لنا أول لكن الله لا أول لوجوده مم. هو, الأول هو الأول والآخر مم. ولما يقدم الموت علشان يقول لنا إن الحياة التي نعيشها حياة زائلة مم. لن تدوم لأحد لا. وعلشان كده أقول لكم أنا ممكن أنا أو الست دعاء نكون قليل العمل مم. عملنا قليل صدقتنا قليلة صلاتنا قليلة بنتنرفز كتير فربنا كاتب للست دعاء درجة في الجنة كده عالية قوي فازاي الدعاء تخش الجنة دي ازاي المنزلة دي تبلغها فربنا يبتليها فتصبر فتبلغ الايه الدرجة دي علشان كده بقول للأم الكريمة دي أولا البكاء ليس شيئا يعني ما فيهوش حي... حاجة ما عليك ملام فيه أبدا وإنما بكى رسول الله صلى الله مم. عليه وسلم وأنا مش لاقي لها كلمة أو لها لا أصلي معلش أنت متخيلة المصيبة لا مصيبة متخيلة الكارثة متخيلة الكارثة دي لما مم. حصلت عند السيدة خديجة مين نزل يعزيها أنت عارفة حضرتك ستنا خديجة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي ما يبكيك يا خديجة قالت حنت لبينة القاسم يا رسول الله يعني جيب معاد الرضاعة بتاعته مم. فنزل جبريل السلام ويقرئك السلام ويقول لك كل خديجة إن الله أوكل بالقاسم مرضعة ترضعه في الجنة لو شاءت خديجة أن تراها لأراها لا الله ذلك مم. قالت خديجة بل صدق الله وصدق رسول الله النبي يحمل ابنه كده ويقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا, يا إبراهيم, إبراهيم لمحزنون ويبكي فسيدنا عبد الرحمن بن عوف مم. يقول له أنت تبكي يا رسول الله يقول إنها رحمة بعد الفاصل هنكمل بيان سوره تبارك مع حضراتكم مشاهدينا وتبارك الذي بيده الملك وهو على, على كل, كل شيء قدير, شيء قدير. يعني وهو على كل شيء قدير مم. يعني الذي بيده تصريف الأمور كلها مم. يعني الذي بيده كل شيء في الكون مم. فلا تخاف من شيء في الكون مم. ولذلك أنا بستعجب سامحين يعني لما أسمع إخواننا الإعلاميين كده هم بيتكلموا عن سنة 23 وهي سنة سودة مم. وهي سنة طين ويا سنة أطران زي ما هم اللي بيقولوا مش أنا اللي بقول طبعا أنا ما أقدرش أقول الكلام ده لإني أصلا إحنا نهينا عن سب الزمن لأنك لما بتسب الزمن بتسب مين الله سبحانه وتعالى لا تسب الدهر فأنا الدهر وعلشان كده حابب أقول لكل إعلامي يا رب يكون سماني وهو بيقول إحنا داخلين على أيام فقر وداخلين على ايام سودة وداخلين على اه والله اه والله ده احد الاعلاميين وواحده من الاعلاميات قالت احنا داخلين على ايام بؤس وفقر وقاس فبقول لهم لا تخوفوا الناس من الفقر ولكن خوفوا الناس من الذنوب مم. فما نزل علينا بلاء الا بذنب مم. وما ارتفع الا بعقوبه وضع نصب عينك ان الله لا يغير ما بقوم حتى, حتى يغيروا, يغيروا ما, بأنفسهم. ما بانفسهم وانا ما بخافش يا ساده يا اعلاميين عارفين ليه مش علشان انا بقبض بالدولار والله انما انا عندي ايه في القران يا ست دعاء ربنا بيقول ايه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وأن لو استقاموا على الطريقة ننام ونستيقظ والهواتف بين أيدينا سبحان الله العظيم ذهبت العقول وشردت الأذهان أين المصحف أين تلاوة القرآن أين الذكر أين الاستغفار أين الصلاة بين يدي الله أين بدلا من أن ننفر الناس أن نبشر الناس بكل خير بدلا من أن نكون إننا مقبلون على أيام صعبة أن نقول اللهم الطف بأحوالنا وأصلح أحوالنا اما انا ان أقول ذلك لما يبقى عندنا حضرتك يا استاذه دعاء الترند النهارده الترند النهارده على فكره انا بكلمك بصراحه الترند عارفه ايه النهارده أنا أي فيديو النهارده ها لا مش, عايز ما تعرفيش؟ مش عايزه تعرفيش ليه مش عايزه تعرفي ليه مم. حاجه أه. تفاهه تخيلي التر... لا يا ريت تفاهه ده لو تفاهه نستوعبها شويه في ضمن التفاهه اللي احنا عايشينها انما الترند النهارده اعزكم الله وسامحيني وش منك في الارض ولد والبت اللي في ال اه على الكوبري، بالله عليكم احنا كأمة مسلمة، أمة عندها اخلاق، وأمة عندها دين، وأمة عندها قيم، أمة ننتظر من الله الفرج نطلع ده الترند، طب أنا عايزة أسأل نعم. سؤال، عشان ده بالمرة كان طيب. سؤالكم يل... عايزين نسأله حلال التصوير ولا حرام التصوير وإيه شوفي. طلعوه ولا, شوفي. ولا شوفي. شوفي. ما يطلعوه شوفي. هو مم. أنا مش عارف إذا كان صوره واحد مم. ولا إذا كانت الكاميرات اللي جايبة لكن لو واحد صوره عايز أقوله ويا رب يسمعني فضحت الناس فضحك الله حتى لو هم عاملينه في الشارع آه. آه. عاملين فعل آه. آه. فاضح في آه. 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 الشارع لو سترتهما بثوبك لا ستر الله عليك دي نقطة مم. طيب الفيديو نزل على مواقع التواصل مم. كل واحد شيره اسمع ست... الآية آه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره <متحدث> شفت المصيبه حب اشاعه الفاحشه ان تتناقلها وان تتناقل اخبارها وان تنقلها احنا لناش في اميت الباطله بالسكوت, بالسكوت عليه ونتعلم كده <متحدث> لما نرجع الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم اه ليختبركم يعني خلق الموت والحياه عشان نبتلى طبعا 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 ده الاساس في, الخ... في في الحياه طبعا علشان كده بنقول لكل انسان مم. الذي يبحث عن حياه مستقيمه بلا ابتلاء لا يجدها في هذه الدنيا ده ايه الرعب ده مالو ما برضه خايف خالص خالص استني بس قاعد خايف ومنتظر البلاء قبل وقوع. لا اله الا الله ما انتوا بتبقى بقى كلام لو بيخوف. سمحت قول من قال لا ايه اللي قول قول طيب مين اللي قال لك ان الابتلاء شر بس ما هو مين اللي قال لي؟ ما احنا عارفين كده؟ لا مش احنا بندعي يا رب اجعلنا عبيد طيب احسان وليس عبيد ابتلاء ونبلغكم بالخير والشر امم مش ربنا بيدينا فلوس؟ مم. فينظر كيف تعملون؟ مش ربنا اداكي كرسي اهو على قناه النهار مم. مم. وخلاكي احسن برنامج وخلاكي احسن برنامج الله اكبر اهو وخدتي الجايزه السنه دي ومنشوف هتعملي ايه؟ هتقدمي ايه السنه الجايه اه ده ابتلاء يعني الخير طبعاً ده ابتلاء زي الشر آه والفلوس يا طرق ابتلاء والعيال ابتلاء طب ما دعاء فاروق بعد ده هتعلو؟ طب ما دعاء فاروق 25 سنه ما حدش قال لها خدي احسن برنامج ربنا لها بعد 25 سنه ليه؟ علشان يقول لها انت صبرتي واحتسبتي وفضلتي على هذا المبدا انا هقدم برنامج هادف فربنا بيكافئك اهو ربنا ايه بيكافئك ما فرطتيش خدي بالك المنصب ابتلاء ايه الفرق ابتلاء. بين الابتلاء والفتنه؟ آه. الله آه. كويس الابتلاء هو العطاء الابتلاء هو الايه؟ العطاء العطاء فان صبر الانسان في العطاء واعمل فيه مراد الله فقد صار خيرا والا مم. فقد صار فتنه اه يعني 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 ربنا اداني سبحانه وتعالى اداني فلوس ها آه. ده ده اديتي زكاه ربنا؟ خلاص واكرمت الله سبحانه وتعالى في الفقراء اه فصار الابتلاء هنا خير يرفع درجه اه خدت طيب. بقى الفلوس ها لعبت بيها قمار بس بقت عارفه فتنة إيه؟ بقت فتنه خلاص. بقت فتنه مم. ها يبقى انقلب المال بيها خمره عملت بيها بشكل يبقى انقلب المال من عون الى ضد اه من من عون الى عدو عشان كده ايه ليبلوكم خلي بالك هو قال لي هو انت ليه بتقطعي الكلام؟ مش انا قلت ما نقطعش الكلام 100 مرة؟ إيه؟ مش احنا قلنا بعد كده نجيب الآية كاملة؟ ما بطلنا؟ لا ما نقطعش الكلام في القرآن بالذات عشان كملي يلا نفهم بس لا مفيش فهم هنا لازم نجيب الآية كاملة أيكم أحسن آه الله جدع ليبلوكم أيكم أحسن, أحسن عملا عارفة ليه قلت لك قولي الآية دي؟ مم. ليه؟ عشان شبابنا الجميل اللي بيقابلني يقول لي يا شيخ ما تزعلش مني وما تقولش عليا في البرنامج وما تقولش اسمي ربنا برضك عنده ظلم اقول له ازاي يا ابني يقول لي ها ما هو انت شايف الناس المشرده والناس اللي نايمه في الشارع والناس والناس والناس, والناس 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 وناس تانية عايشه معاها فلوس وانت راكب عربيه اقول له كويس تعالى بقى معايا كده وفكر لو انك صاحب شركه ولله المثل الاعلى وجيت الاستاذه دعاء صاحبه شركه وجابت الشيخ محمد قالت له يا شيخ محمد اتفضل الفلوس اهي والقواعد اللي هتتعامل معاها هي اللي هي هينتج اكتر هتكافئه واللي هيخلص اكتر هتكافئه واللي هيعمل هتكافئه جه الشيخ محمد خد الفلوس وقعد عمل شلاليه وعمل سكرتاريه وبقى اللي بيتكافئ مين ها الجماعه العصافير والجماعه المطبلاتيه والجماعه الحبايب والناس اللي بتخلص وتعبانه بتاخد جزاءات طيب السؤال بقى مم. هي دعاء اللي ظلمته ولا محمد ابو بكر مم. ام محمد ابو بكر بس دعاء شريكه سبحان... في الظلم مم. ليه بقى لان دعاء ما حسبتش محمد ابو بكر مم. لكن الله تعالى عن ذلك ليه <applause> لإن ربنا قال لمحمد ابو بكر خد الشركه اهي واشتغل واعمل اللي انت عايزه وادي قانوني لكن لك. خلي بالك مم. انت راجع لي اه هتقف قدامي هشوف عملت ايه أوه. وخد بالك ده مش هستناك لما ترجع لي ده انت كل عمل بتعمله في الدنيا انا شايفه وكل اعمله ها فسيرى الله, الله عملكم, عملكم ورسوله, ورسوله رحم الله شيخنا الشيخ طه كان لما واحد فينا يكتب بخط وحش كان يقول يا هل تريد ان يرى الله هذا الخط والشيء يا ربي وربنا يا استاذنا وربنا هيشوف الخط ولا يا ابني مش الف فسيرى الله كل شيء ربنا هيشوفه فكنا نمك الخط قوي لان ربنا هي ايه هيشوف ليبلوكم ايكم احسن عمل أحسن وهو عمل. العزيز الغفور وهو العزيز يعني ايه يعني الذي لا يزل والذي م. لا يهان والذي من تمسك به لا يهان ولا يكسر وهو في نفس الوقت م. غفور لمن سهى او م. لمن كسر عن جهل او عن حسن نيه الله شوف الجمال يلا اقرا الايتين بسرعه يلا ها؟ تبارك يوم. الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صحيح. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ده الحلقة القادمة بإذن الله في, الحلقة ديار القادمة ديار وحدة. بقى. يلا في تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر, البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسئا وهو حسير, حسير. نورتني يا فضلت الشيخ أن الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان ورزقني وإياك والمشاهدين زيارة النبي العدنان فاصل ونعود أهلا بحضراتكم مرة تانية في سورة يونس الآية رقم عشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين دكتورة سماح عزب أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم أهلا بحضرتك معنا أهلا بك واللي عرفته من حضرتك في الفاصل أن هذا دعاء أهل الجنة يا رب منهم طيب هو إزاي في دعاء في آخر دعوة في يعني يعني ايه اخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين هي الجنه دي ليها اخر لا اخر دعواهم مش اخر مدتهم نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاه وسلاما على نبيه ومصطفاه مع بعض هنعرف بقى دعاء اهل الجنه طب هو الدعاء ساعتها دعواهم دي يعني دعائهم مش ساعتها خلاص كل حاجه خلصت مفيش أوه. تكليف م. لا هنا ذكر الله لان هم اتعودوا عليه في الدنيا فعارفه حضرتك بيكونوا بيتلذذوا بالذكر أوه. لما يكون واحد كده قعد طول عمره يقول احنا طول عمري عارفه يكون واحد متعود على حاجه انا بقوم الصبح وبروح اصلي الفجر وبعمل كذا فهو بقى حتى لو قلنا خلاص مفيش فجر والتكليف خلص هو مستمتع ومعتاد على الصلاه اهو برضو هو معتاد على الذكر م. فهم قاعدين كده بيسبحوا ربنا سبحانه وتعالى وكمان اقول لحضرتك على حاجه عارفه لما يكون واحد صاحب فضل م. وبقى ادانا كتير قوي 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 حتى لو هو خلاص الواحد استكفى من اللي هو عايزه لكن يا يفضل قاعد ممتن ويفضل قاعد يقول يا ده ربنا اداني لو يعني كان في الدنيا حد مثلا اداله حاجه يقول فلان ده ما خلينيش عايز حاجه ويفضل ايه يشكره يشكره يشكره, يشكره. فما بالنا بقى بالجنه وبرضا ربنا وان الانسان نجا من العذاب وان الانسان فاز وهو ده الفوز العظيم الفوز الحقيقي فهم قاعدين مبسوطين وقاعدين ممتنين مم. فعشان كده هم بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى اول مم. حاجة دعواهم فيها سبحانك اللهم مم. يعنى تسبيح الله والتقديس والتنزيه طيب والتحيه بينهم سلام احنا بقى كمان يعنى السلام ده ربنا سبحانه وتعالى ذكره فى ان احنا مامورين نلقي على بعض السلام فى الدنيا مم. وكذلك والسلام فى الاخره التحيه لما بيجوا يتزوروا مع بعض لان التزور في الاخره من النعيم برضو مم. لما الواحد يسعد ان هو شايف أولاده وامه واخواته وحبايبه وهو مم. من ضمن النعيم انه يكون موجود معاهم طب التحيه مم. ما بينهم ايه هي انتشار السلام مم. طب واخر دعواهم يعني اخر حاجه بيختموا بيها الحمد لله رب بيختموا العالمين بيها ايه كلامهم بيختموا بيها في كلامهم الدنيا. في او في اي دعاء او في اي حاجه حلوه بيشوفوها أوه. بيقولوا الحمد لله رب العالمين. مم. ناخد بالنا ان الفاتحه بدات بالحمد لله رب العالمين طبعا. يعني نقول ان القران بدا مش اول النزول لا بدا المصحف بايه؟ بايه؟ الحمد لله رب العالمين اللي احنا بنقولها في كل صلاه ليه؟ عشان لفت انتباه الانسان للنعم اللي حواليه عشان م. يتعلم يشكر ربنا م. عشان كل حاجه ايه يفتكر ربنا سبحانه وتعالى عشان لما يحصل له سراء او ضراء م. دايما يقول الحمد لله ويرضى وهنا اهل الجنه بقى لما يشوف كل الحاجات الحلوه بقى اللي صحيح. فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت يقول ايه الحمد لله رب العالمين يعني الذي يوصل النعم لكل الناس ولكل العالمين طب خليني اسالك برضو عن الحمد في الضراء يعني الواحد بيحمد رب الله الحمد لله انا نجحت الحمد لله ربنا دمها نعمه ده انا شاطره الحمد لله ده انا جالي فلوس الحمد لله طيب الضراء بقى في مصيبه حصلت فالناس بقى لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون واحنا مامورين نقول انا لله وانا اليه راجعون في المصيبه لكن ازاي, إزاي نعرف او نقدر نقول الحمد لله في الضراء تمام بس قبل ما نقول دي نعرف ايه الفرق بين الحمد والشكر اه تاخدي بالك الايه ايه الحمد لله رب ما قالش اشكرك أوه. وعندنا خمس صور في القران الكريم بدات بالحمد مش بالشكر أيوه. لان الشكر بيكون في السراء والضراء الشكر بيكون لله وللمخلوقين يعني انا بقول لحضرتك اشكرك أوه. انما الحمد لله فالحمد يكون في السراء والضراء ومعناه الرضا <applause> يعني لو حاجه حصلت لي وهي مش طبعا حاجه هي ضراء بالنسبه لي انا بقول بحمد عشان الحمد يدل على الرضا رضا الانسان بكل ما يحدث يحدث له وبكل شيء ربنا قدره لي والرضا في الضراء بالذات هتعمل ايه هتجيب الخير مم. وفيها تصديق ويقين ان ربنا رب الخير لا مم. يكتب الا الخير حتى مم. لو انا مش عارف ايه هى الحكمه مم. اللى من وراء كده عارفه حضرتك يعنى حاجه ايه صعبه قوى السيده ام سلمه رضي الله عنها زوجها الاول ابو سلمه توفي الى الله أيه. تمام كده مات أيه. فقالت ايه اللهم اجرني في مصيبتي خيرا وقعدت تسترجع وتقول الحمد لله رب العالمين وقعدت تقول في نفسها كده ومين خير مين احسن من ابي سلمة مين يعني اللي هيكون افضل عشان من كتر ما هو كان راجل كويس يعني عشان ربنا يرزقني بواحد غيره شوفي بقى هنا الحمد والرضا وان هي كانت يعني خلاص مسلمه امرها لله ربنا رزقها فعلا بالخير منه ما كانش تتخيله تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا برضو نسعى في حياتنا اي ضراء تحصل لنا نحمد ربنا <applause> ونقول ان ده الخير حتى لو انا مش عارف هو فين الخير لان <applause> احنا بنبص دايما بنظرتنا احنا القاصره لكن ربنا سبحانه وتعالى بعلمه الواسع بيوصل الخير للانسان <applause> جميل طيب الخير في الكثره ولا في البركه الخير في النافع يعني ايه ايه النافع بقى هنا البركه لما يكون فيها بركه او في اختيار الاشياء انا عايز الشيء ده لكن ربنا كتب لي الشيء الثاني سواء بقى بعيدا عن البركه والكسره لكن ده اللي هينفعني وده مش هينفعني حتى لو انا شايف ان ده الاحسن زي م. مثلا ما بنشوف مع اولادنا اختيار الكليات يبقى البنت او الولد هيموتوا على الكليه الفلانيه مم. وبعد ما يدخل كليه تانية ربنا كتبها له يحس ان لا دي اللي كان فيها الخير او جواز او سفر او كل الحاجات اللي احنا بنشوفها مم. في حياتنا دي فعارفه الانسان امتى يستريح لما هو يفوض ويسلم امره الى الله صحيح. كل حاجه تحصل له يقول ايه؟ لعله خير. خلينا نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل لقائنا مع بعض. الله جل وعلا يقول في القران الكريم وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين النفقه اللي بتنفقها في سبيل الله اللي بتسعد بها واحد من خلق الله سبحانه وتعالى تعود عليك بالنفع في الدنيا وفي القبر ويوم القيامه من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد النهاردة إحنا في محافظة الإسماعيلية وبالتحديد في مركز أبو صوير في قرية من قرى أبو صوير وعندنا زي ما أنتم شايفين من خلف محطة تحلية المياه رقم عشرة التابعة لجمعية البر والتقوى وقلت قبل كده ليس من رأى كمن سمع تعال وشوف بعينيك وشوف أسماء الناس اللي تبرعوا لهذه المحطة، الأسماء مكتوبة على محطة تحلية المياه الموجودة في هذه القرية. ربنا بيدعونا للنفقة ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، لكن الناس بيختلفوا عند الأمر بالنفقة، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. شارك في هذه المحطة وغيرها من المحطات لتحلية المياه ليرويك الله جل وعلا يوم العطش الأكبر، ليرويك الله جل وعلا يوم الظمأ وتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يجري أجرهن للعبد وهو في قبره مش الصدقة الجارية عمل بسيط فقط ده النبي عد سبعة أشياء من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته محطات التحلية اللي احنا شايفينها وبنزورها ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم او حفر بئرا اسعد الناس من اسعد الناس عوده لكم مشاهدينا كل المتصدقين اللي بيتصدقوا كل واحد بيبقى عنده نيه هو بيتصدق بسبب يعني يعني وبيضمر جواه نيه ما واحد عايز يتصدق ويعمل ميه لاهله لمامته لوالدته لابوه اللي توفاهم الله واحد عايز يفك كرب واحد عايز ربنا يرزقه في الدنيا ما هو ممكن يطلع عشان عايز هدفه واحد عايز الجنه بس تختلف النيات لكن الفعل واحد او. يعني, يعني قوليلي يعني كده يعني هل ممكن نيه تعلي العمل ونيه تنزل العمل؟ طبعا النيه لو كانت صادقه هتعلي العمل واحنا في بدايه السنه الجديده على كل واحد فينا ان هو يقعد يقيم اعماله في السنه اللي فاتت ويشوف يحسن من نفسه ازاي ويعمل جدول انا حسنت ايه؟ طب ايه اللي انا عايز اعمله زياده في السنه دي؟ يعمل جدول ويعمل لنفسه محاسبه شهريه محاسبه اسبوعيه ما هو الانسان ما ينفعش يفضل ماشي كده في حياته في الدنيا زي الظروف توديه ويفضل روتين السنه وروتين اليوم ويلاقي الوقت خلص وهو ما عملش اي حاجه ما فيش هدف لا المفروض بقى احنا دي في مم. بداية السنة الجديدة احنا عندنا سبع جوانب اساسية عشان اتزان الانسان في حياته. اول حاجة علاقته بربنا سبحانه وتعالى، يشوف انا محتاج اصلي قد ايه، محتاج اعمل عمل صالح قد ايه. بعد كده الركن الصحي، والركن الصحي ده حاجة مهمة قوي، مش ان الناس هتعيا وانا مش هعيا، لازم اشوف انا صحتي اخبارها ايه، الركن الشخصي، العائلي، الاجتماعي، المهني والمادي. ده لو احنا رحنا لاول ركن لو علاقه الانسان بربنا سبحانه وتعالى ليه دايما الايه تقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات طب الايمان ده داخلي في القلب طب عمل الصالحات ابتدي اكتب انا ايه العمل الصالح اللي انا ممكن اعمله انا اركز على قيام الليل انا بقدر اصوم طب انا هنفع الناس ازاي يعني دايما عندنا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه او انفقوا مما رزقناهم اشوف الانفاق ده انا اقدر اطلع قد ايه وانا مش بطلع عشان انا معايا فلوس زياده انا بطلع عشان تجي الزيادة يعني شوف الجملة دي حضرتك أنا بطلع عشان الخير يجي بدخل دايرة الخير يمحق الله الربا ويربي الصدقات شوف يربي مين اللي بيربي يعني خليها تربي مين ربنا حلو فتخيل حضرتك انا ما اكون بقول إيه؟ انا هكتر لك فلوسك وانا انسان لكن لما ربنا يقول لك هو اللي هيكتر لك فلوسك مم. ويكتر لك الخير ده احنا نجري ونسعى ونحاول ان احنا طبعا نشارك ونجاهد نفسنا من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والاخره وهنا الستر يندرج تحته حاجات كثيرة جدا من ضمنها مثلا ان انا بستر حد جوه بيته ان انا بستر بنت بجوزها ان انا بستر على حد وما افضحوش ان يعني تحتها كلمه واحده وده بقى جمال وقيمه اللغه العربيه بتاعتنا انه كلمه واحده ثلاث حروف تحتها الاف المعاني إحنا هنا مثلا شايفين البيوت اللي بتتسقف والبيوت اللي بتتظبط ده برضو نوع من أنواع الستر. طبعا وده من أفضل أنواع الستر لأن هنبص لها من كل جانب أول حاجة ستر على رب الأسرة مم. على الراجل اللي هو مسؤول منه أولاد وزوجة وهو عايز يعني يحميهم ويقوم بدوره لكن ما عندوش فأنا لما بساعده ان هو يكون عنده بيت زي ده فانا بساعده وده هنا بستره وبستر واحفظ ماء قدام اسرته قدام الناس وقدام نفسه يبقى دي اول حاجه رب الاسره انا فكرت فيها تاني بعد كده الولاد اللي هم قاعدين وفي ممكن ان هم يجيلهم اذى من الحشرات من البرد طبعا احنا دلوقتي في ايام البرد اللي هي شديده مم. والمطر وكل ده في البيت هيسترهم من كل ده من الحشرات كمان عارفه حضرتك احنا ممكن الناس ما تتخيلش ان في حاجات اشبه بالبيوت هي مش بيت هي عباره عن اي حاجه كده ولا حيطان شويه طوب مرصوصين والباب بيكون عباره عن ملايه وفوق بالخوص حاجه كده يعني احنا ممكن ما نتخيلهاش لكن الصور قدامنا وفعلا ده موجود حقيقي واحنا ما نتخيلش ان في بيوت م. بالشكل ده طب النهارده دي رساله الخير ومع بدايه العام الجديد في ناس هو ده حالها فعلا واحنا بفضل ربنا عندنا بيت وعندنا بيت في حاله كويسه جدا شكر النعمه ايه كل ما ربنا يديني حاجه اقعد افكر كده اشكرها ازاي يا ربنا يعني اداني رزق فقدرت ان انا اجيب غطا ودف ولادي طب يبقى الشكر ده ايه؟ ان انا اساعد ان انا اوصل بطاطين او اوصل الدفى ده للناس اللي مم. اللي هي محتاجه. طيب بعد كده عندي بيت اقعد افكر كده ده انا لو الشباك فيه مثلا فتحه صغيره ولا فيه كده فرق جايب لي قد ايه ببقى انا متضايق طب نتخيل ناس ما عندهاش شباك اصلا تبقى يعني عايشه ازاي؟ طب من شكر النعمه دي ان انا اساعد الناس. مم. برضو نوع من انواع الستر ان انا ادي لحد ايه لا تعطيني سمكة, سمكة لكن علمني كيف اصطاد ان انا ادي لحد مبلغ مال مثلا اخليه يبدأ مشروع ما هو ده نوع ستر جميل انا كده بحوله من حد بيمد ايده وبياخد حاجه لحد خلاص عنده اكتفاء ذاتي وممكن ربنا يكرمه ويكبر مشروعه او يعني يعرف ياكل نفسه وما يمدش ايده لحد طبعا نوع من انواع الستر طبعا عارفه حضرتك جمعيه البر والتقوى بتعمل ايه؟ يعني بتقدم الافضل لكل شخص يعني مثلا لو حد ما يقدرش يشتغل زي هو اطفال آه، ايتام مريض آه مسن او سيده مسنه دول مش هنقدر نشتغل ده ايه هنوصل له ايه المساعده لكن بالنسبه للشباب او بالنسبه حتى ليه اللي هم آه مسؤولين عن اسره بس يقدروا يشتغلوا لا جمعيه البر والتقوى بتساعدهم على اقامه حاجه مصدر يصبح مصدر رزق ليهم بعد كده زي مثلا كشك او مثلا في مشروع الخياطه او في اي حاجه المهم ان هي بتساعدهم ازاي هم يكونوا ايدي عندها جميل انا شايفه هنا يعني صور لبعض الحاجات اللي بيسلموها للناس اعتقد دي مكان خياطه اه, آه. مكان خياطه بتسلم للستات والست وهي قاعده في بيتها تعرف تعف نفسها تربي عيالها تخيط لها حتتين قمصان نوم فساتين مش عارفه ايه وتصرف عليها وعلى اولادها ومش هتنزل يعني في ستات ما تعرفش تنزل وتركب مواصلات وتروح وتشتغل او تشتغل في بيت او كذا هي تخيط في البيت. طبعا يعني زي ما بقول لحضرتك هي جمعيه البر والتقوى بتتحرى انها تعمل الاصلح. مم. فموضوع مكن الخياطه ده طبعا من افضل الحاجات فاكره حضرتك زمان كان كل سيده سواء هي مقتدره مش مقتدره كان في مكنه خياطه في البيت. جدتي كان, كان عندها مكنه خياطه آه في البيت. كل الناس كان عندها مكن خياطه آه. على الاقل عشان نلحق نفسنا واحنا رايحين مكان آه وفي آه حاجه اتقطعت آه. فطبعا يعني وهوانم <applause> وكبار يعني حاجه ما فيهاش ما فيهاش اي يعني انتقال من القدر آه آه آه. ايوه حتى مره انا فاكره في برنامج من البرامج استضفت واحده مهندسه مسميه نفس... يعني كانت هي مهندسه بس جابت مكنه خياطه وشتغ... وسمت نفسها خياطه قالت انا عايزه ابقى خياطه انا مش عايزه ابقى مصممه ازياء انا عايزه اخيط يعني دي مهنه شريفه وجميله ومحترمه و... وكنا عايشين بيها وكان الولاد الصغيرين يتولدوا نقعد نخيط لهم الفساتين أيوة. ونخيط لهم الحاجات فدي حاجه ما اعرفش ليه انقرضت عايزين نحييها تاني طبعا والخياطه خدي بال حضرتك مش بتاعت الهدوم وبس لا انت دلوقتي بقى عندنا الملايات صحيح. عندنا الستاير عندنا افرع مختلفة، فانت لما حتى يعني لو قلنا تعليم الخياطة صعب على بعض الناس مثلا في ممكن تعمل حاجات تانية اللي هو انها تعدل الهدوم مش لازم تخيطها من اولها، آه مثلا الستاير، الحاجات المهم انها هيبقى مصدر رزق ليها تعمل لجيرانها تعمل للشارع صحيح. وهي قاعدة في بيتها آه يعني انا كده بساعدها على ان يكون ليها دخل صحيح. وطبعا يعني بساعدها بحق المكنة يعني المكن برضو يعني محتاج فلوس مش هو بمبلغ م. قليل يعني بمبلغ آه يعني محتاج ان احنا نساهم ونساعد السيدة بالمكنه دي عشان هي تقدر تشتغل وتصرف على اولادها، كمان عارفه حضرتك في ناس لما بتيجي تديهم مساعده ماليه تقول لك لا بس يعني ادوني حاجه اشتغل بيها، عارفه بقى عندهم ايه؟ اصل المساعده أشتغل. هتخلص. أيوه. يعني انا دلوقتي هروح ادي الواحده 500 جنيه ألف جنيه 2000 جنيه هيخلصوا. ايوه وبعدين تمد ايديها تاني وتمد ايديها تالت وتتحوج تاني. ففكره الحوجه دي وحشه ربنا ما يكتبها على حد. أن تخلص فلوسها وتقعد تلف وراها ده الناس اللي كانوا بيدوني ما بطلوا ده الناس بطلوا يدوني فدي يعني رسالة لكل ست قاعدة في بيتها أو الحوجة وحشة يا رب ما يكتبها على حد طالما يعني حتى لو قاعدة وتعبانة وظهرها وجعها ومش قادرة تمشي هي تقدر وهي قاعدة تعمل حاجة تعلم نفسها حاجة وتشتغل حاجة طبعا فهي الواحد يساعد نفسه طيب جمعيه البر والتقوى بتعمل ايه بتساعد بقى بالجزء اللي فيه ناحيه ماديه يعني بتدي الدفعه الاولانيه عشان هي تقدر تشتغل بعد كده وفي حالات كتير يعني الجمعيه ساعدتهم ان يبقى عندهم مكان او يبقى عندهم كشك او يبقى عندهم حاجه هم معتمدين على نفسهم صحيح. بيربوا اولادهم بعد كده قدروا ان هم يتحملوا المسؤوليه دي ما اصبحوش ان هم بياخدوا بس لا اصبح ان هم ليهم دور وفعلا قادرين يصرفوا ما بقوش محتاجين ودي حاجه مهمه قوي طبعاً. ان أفضل الصدقه ما اغنى أيوة. يعني ايه ما اغنى يعني اللي عندك اكتفاء أوه. انت ما انتش محتاج غيرك بقى خلاص, خلاص يعني فدي من افضل الامور اللي انا ساعد بيها الناس وده اعظم ستر في الدنيا ان انا اكفي حد وما اخليهوش يمد ايده تاني. كفايه دعوة. صحيح كل ما تشتغل وتنتج تدعي للي كان السبب في ان هو دلوقتي غير حالها وانا احساسي ان انا غيرت وساعدت في تغيير حال انسان بفضل م. الله جميل أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة سماح عزب أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم شكرا لحضرتكم على حسن المتابعة أشوفكم على خير في الحلقة الجاية بإذن الله